سمجھ گیا تو ہوں میں سمجھ گیا لك وأنت أمام قمر بني هاشم وكنت عند الإمام الحسين فنادي من بعدي يا حسين بعد ضج إلى السماء يا السماوات الأرض كلها تنادي نحن لا نبدأ إلا بعد هذا النداء يا حسين
العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام عليك يا صاحب الدمعة الساكبة، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا شهيد كربلاء، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، والسلام على كبش كتيبتك والعلامة من عسكرك وحامل لوائك قمر بني هاشم وحامل خدور الفواطم الفادي والمواسي أبي الفضل العباس عليه السلام ورحمة الله وبركاته. لبيك يا عباس، والسلام عليكم، والسلام عليكم أيها المعزون المتوجعون لوجع آل البيت عليهم السلام، المفجوعون بمصابهم، الباكون مع السماوات السبع والأرضين السبع على ما جرى عليهم، القادمون من عند المنحر المتفجر بالدماء إلى حيث ارتكز الجود والإيثار واللواء لتشاركوا في هذه المراسيم، وأي مراسيم، لتنصبوا بهذا الطف علما لقبر الإمام الحسين عليه السلام لا يدرس أثره ولا يحار اسمه. سلام الله عليك يا عقيلة بني هاشم. نعم، تحققت البشارة لتنصبوا بهذا الطف علماً لقبر الإمام الحسين عليه السلام لا يدرس أثره ولا يحار اسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع ضلال في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا علوا. وهذا وعد صادق نطقت به العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة عقيلة الهاشميين وحافظة ثورة أخيها الإمام الحسين عليه السلام الحوراء زينب. نعم، ما زلنا وإياكم ونحن نتشرف برفع هذا العلم ليرفرف على كل الأمم، وما زلنا وفعالية مراسيم استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام. هذه المراسيم التي
التي تقام تحت رعاية الأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية. وبهذا الحضور الكبير والجمع المثير الذي تغص به كربلاء وتنقله عبر الأثير في البقاع والأرجاء، ويعلو منه النداء بوجه الظلام والظلال والطواغيت والأجعياء بنداء الحسين الذي ما زال يتردد على ألسن الشرفاء، ألا وهو هيهات من نبذ الله. الذي رسمته لنا هيهات من الذلة، نعم هيهات من الذلة، ولن نلين ولن نستكين ولن ننسى من ضحى لأجل الدين وأهل الدين. فنهتف عن يقين أبد الله يا زهراء ما ننسى. أبد الله وتبقى كربلاء بحسينها طودا شامخا وصوتا مدويا وعلما مرفوعا في سماء الحرية وبيد الأحرار، ما دام هنالك قلب ينبض بالحسين عليه السلام. أبد الله يا زهراء. لمحمد وآل محمد، وبلا شك أنتم ومن يشاهد ممن يحبون محمد وآل محمد وجميعنا إن شاء الله برعاية الزهراء وتحت نظر الإمام إمامنا الحجة المفجوع في مثل هذا اليوم، عظم الله لك العرش يا صاحب الزمان. يا حجة الله، هؤلاء شيعتك وشيعة آبائك هم على العهد جنود عند رهن إشارتك إن شاء الله. اللهم أدمها نعمة علينا بحق إمامنا، واجعلنا ممن ينصر إمامنا عندما يأخذ بالثار إن شاء الله. سادة الحضور، العالم أجمع الذي ينظر الآن إلى كربلاء، نبقى وإياكم ونحن في رحاب الإمام الحسين وفي رحاب قمر بني هاشم نبقى، وهذه المراسيم إن شاء الله. والكلمة الآن إلى المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي، نستقبله مشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على خير خلقه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله
وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على العصبة الطاهرة المؤيدة، السلام على أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، السلام على المؤمنين الأحرار في كل العالم، السلام عليكم أيها المعزون الأفاضل ورحمة الله وبركاته. شرفنا الله تعالى أن نكون في كل سنة هجرية بداية سنة هجرية، وهي سنة الإمام الحسين عليه السلام، في هذا الشهر الحرام، شهر محرم الحرام، شهر الإمام الحسين الذي سفك فيه الدم الحرام في الشهر الحرام. لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى صوت الحسين عليه السلام هو الصوت الخالد، وتبقى قضية سيد الشهداء عليه السلام هي القضية الخالدة. ولا نعلم متى يأذن الله تبارك وتعالى بانتهاء الدنيا، لكننا نعلم أن هذا الصوت سيبقى إلى أبد الآبدين، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. في هذا اليوم أخوتي أعزائي، بقلوب حزينة وبأكباد قرحة، نرفع التعازي إلى صاحب العزاء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وإلى ولده الإمام الحجة المنتظر الطالب الثائر، سائلين الله تبارك وتعالى بمن نحن بجوارهما أن يكحل أعيننا بطلعته الغراء. سؤال طالما يتردد إخوتي ونحن في شهر أبي عبد الله عليه السلام، ما السر في بقاء قضية الحسين عليه السلام؟ طبعاً نحن لا نتحدث عن موازين وأمور غيبية، لا شك أن وراء قضية الحسين عليه السلام كانت غيبية وستبقى، لكن أحب أن أطل على هذا المشهد من قضيتين. قضية الأولى أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله له كلمة خالدة طالما نرددها، وهو أنا حسين مني وأنا من حسين. وهذا الحديث الموجز بوجازته لكن فيه السر عصي على الفهم الأمثالي، أن الحسين عليه السلام من النبي، لو فرضنا أن الإشارة إلى الوضع النسبي فهو أمر بين. أما كون النبي من الحسين عليه السلام، قطعا هذا إشارة إلى قضية غيبية، وقد لم تكن تدرك في وقت صدورها من البعض، لكننا الآن نجزم بأن هذا الخلود هو خلود نبوي، ولم يكن لهذا الدين أي استقامة كانت بعد أن تعرض إلى تشويه وانحراف لولا سيد الشهداء عليه السلام. فلذا أخواني، أن قضية سيد الشهداء والاهتمام بشعائر عاشوراء هو الامتثال لهذه المقولة، ونحن على عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أن نقول يا رسول الله نحن لازلنا متمسكين وسنبقى إن شاء الله تعالى بهذا النهج، وما الحسين عليه السلام إلا الامتداد لهذا الخط النبوي. وسيد الشهداء عليه السلام صنع شيئا غريبا، شيئا مهما ملفتا للنظر. نعم نحن في الدنيا قد نستشعر بعضه، لكن الآخرة كفيلة بأن ترينا المنزل والعمل الذي جاد به سيد الشهداء عليه السلام، هو والنخبة من أهل بيته الخير وأصحابه البرر الكرام الذين جاهدوا في سبيل سيد الشهداء عليه السلام.
فلذا هذا الجانب أعبر عنه بالجانب الإيجابي، أي أن سيد الشهداء كان يمثل هذا النبع الحقيقي، كون النبي منه حسين مني وأنا، النبي يقول وأنا من حسين. الأمر الثاني أستطيع أن أعبر عنه بالجانب السلبي، ألا وهو أن موقف سيد الشهداء عليه السلام عندما عرضت عليه بعض إغراءات الدنيا وخصوصاً البيعة، لاحظوا قال مثلي لا يبايع مثله، مثلي لا لا، هذه لا الحسينية لها دلالات أن الإمام الحسين لم يقل نعم لأي انحراف، لأي تغيير سلبي، لأي محاولة لانحراف خط النبوة مهما كان. جبن کی محفل میں بٹھایا تھا تو نے سجایا تھا، وہ لمحے کبھی نہ بھولوں گی، دربار میں پہنچے جب قیدی، میں یاد تجھے ہی کرتی تھی، سمت میرا خطبہ ایک سمت ازاری تھی، حاکم نے شفیع سے یہ پوچھا ہے ان نے زینب کون بھلا، وہ زینب جس کا بھائی تھا سال گزارا ہے، اس سال کا ہر لمحہ ایک سال کے جیسا ہے، جب حکم رہائی کا آیا اور لوٹ کا سب سامان ملا، چادر جو ملی زینب نے کہا حشر بپا ہوگا، جب مظہر یزدان کی بیٹی نے کہا ہوگا، زندان سے آئی ہوں دیکھو اے شیر جری اخبار اٹھو، زینب کا استقبال کرو، مار
در دی موت تے خرچ ہوئے ان دی شادی دا سامان چکن لگا پھل برچھی دا ہوئے کل مرسل حیران ودا مل کل موت او حسین نو آکھے تیرے اکبر دا ارمان اکبر ملا سا جڑے ویلے ملاون دا نام آئے علی اکبر دا واد ہے بابا قسمت دے بندے ہونے سیدہ دے بابا تو اپنی نال وعدہ کر آئے میں اپنی نال وعدہ کر آیا جڑی آدھی آئی اکبر مگاد قریب آئین سیدہ دے اکبر آ میرا ساتھ نبھاویں تیری ماں دا خیمہ قریب ہے اجے آلیا سین دا خیمہ چند قدم دور آئی علی اکبر دا سار امام دے مونڈے تو لہونا شروع ہوئے جڑے ویلے امام حسین علیہ السلام نے سمجھے جو میرا اکبر نہیں بچدا علی اکبر نو گرم ریت لٹائے آلیا سین دے خیمے ال منہ کر کے آ دین جنا ملنے جیندے ہائے اکبر نو ہن جلدی باہر زخمی سینے تے ہاتھ رکھیے جڑے ویلے آلیا سین نے ہاتھ پھرا دا سینے تے ویکھیے بطول دے حوصلے دی مالک پھرا دے نال بہ گئیے میری سین علی اکبر دی دہڑی چمیے بد پھرا لے پاسے منہ کر کے ہک وین کیتے زہرا دا جایا اللہ وسایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہتھ اٹھا چا میں حمل ساں تو برچی کڈ گل اپنی نے ڈب دی تا غازی بلا چا انل مات دے ہوئی اکبر دی شادی ہاتھ تے رچ گئی اند خون دی مہندی سغرا کو آکے اکبر دے ملنے دیا تانگا لہا چا سہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہتھ اٹھا چا سہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہتھ اٹھا چا رو رو کے آکے بی بی سکینہ بہو زخمی کی
تن اکبر دسینا کالے کپڑے میں کھوپا واؤچا میڈا ویر مر گئے میڈا دل لہاچا سارا دا جانا اللہ وسارا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا جا سارا دا جانا اللہ وسارا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا جا خون لال دا پئی والا دلا وے روم ملا لا اے ون پاوے بولے اکبر ایک باری میں کوں گل نال لاچا سارا دا جانا اللہ وسارا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا جا سارا دا جانا اللہ وسارا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر دے سینے کو ذرا ہاتھ اٹھا جا اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا چھ ماہ کے گھر ترتفع الراية السوداء بعد أن أنادي بعد أن أنادي يا حسين ثلاثا وأنتم معي يا حسين يا حسين لتبقى راية الإسلام مرفرقة إلى يوم الدين نعم هذا هو الوفاء وسترتفع
هنيئا. اسمع السلام هنيئا لكل الموالين لكل المحبين، هنيئا لكم هذه الدمعة التي تواسون بها الزهراء وأبناء الزهراء، هنيئا والشكر. قبل أن نختم عندنا العزاء مستمر، ولكن الشكر لكل من حضر، لكل من ساهم، لكل من نادى يا حسين هنا في كربلاء في مدن العراق في العالم أجمع، إن شاء الله مع الحسين دنيا وآخرة. والشكر الجزيل لكل خدمة المرقدين، لأهالي كربلاء، للمواكب الحسينية، للحكومة المحلية، لقوى الأمن التي حفظت وسهرت على حفظ سلامة هذه الجموع، لكل الإعلاميين الذين ينشرون ويبثون هذه الرسائل عبر الأثير. الشكر موصول للجميع، من ذكرنا ومن لم نذكر، وعذرا من الجميع أتقدم بهذا الشكر باسم الأمانتين العامتين العتبتين الحسينية والعباسية. ودون استثناء أدام الله نعمة. وهكذا نبدأ مراسيم محرم بالعزاءات الولائية وبالبكاء وبالعويل وبالعبرة والعبرة معا، نمتثل للحسين ونكون على خطى الحسين ونبكي على الحسين، وهذه دمعة جمرة أمام الباقين نلهب بها الآخرين إن شاء الله. وختاما الختام يكون اليوم نبدأ اللطم على الحسين، وهذا حقنا، هذا المشروع عندنا، لما لا نبكي؟ لما لا نلطم؟ على من نبكي؟ على الحسين، الحسين ابن علي الذي ضحى من أجل رسالات السماء، لما لا نبكي؟ ليس عيبا أن نبكي، بل فخر، فخر لنا أن نبكي. نبقى وإياكم في ختام هذه المراسيم الحسينية العباسية مع المنشد الحسيني الكبير السيد حسن الكربلائي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.